سعداء في الأرشيف والمكتب الوطني بتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للترجمة، والذي يضم كوكبا من المهتمين والباحثين في مجالات الترجمة. طبعا المشاركة في الدورة الثالثة لهذا المؤتمر مشاركة دولية، حيث استقطب الأرشيف والمكتبة الوطنية حوالي 64 بحث من مختلف الجامعات والمعاهد المحلية والدولية. كل هذه البحوث تندرج تحت العنوان المؤتمر الذي يشير إلى الذكاء الاصطناعي بين الترجمة وإثراء المكتبة الوطنية. طبعا هناك تحدي كبير في موضوع الذكاء الاصطناعي، ويتطرق الجميع إلى هل الذكاء الاصطناعي سوف يغني عن وجود تدخل بشري أم لا. يتدارس الباحثون في هذه الجلسات بأن هناك علاقة وطيدة بين الذكاء الاصطناعي والتدخل البشري، مما يشير إلى أن لا بد من وجود لمسة بشرية على ما هو موجود من نظم وآليات ذكاء اصطناعي تعزز عمليات الترجمة. تداول الباحثون في جلسات هذا المؤتمر التحدي الأكبر لعنوان المؤتمر، وهو الذكاء الاصطناعي. هل سيكون الذكاء الاصطناعي في حاجة إلى عدم وجود تدخل بشري أم لا؟ ولكن نستنتج من معظم الجلسات يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يحتاج في الأخير لمسة بشرية تضفي روح حيوية على النص المترجم.